انا من ساعه ما اشتغلت في ضرب وانا بحب الافلام القصيره عامه كلها، بشوف ده هو ده الواقع. يعني انا كنت بسيب الكاميرا اللي هي بتلف ورا الناس، مسميات الوظائف من الادنى للاحسن للاعلى للاوسط، دي حاجات يعني انا شايفها من وجهه نظري هي حاجات تافهه. ما ينفعش مثلا نقول للجناين انت جناين، ولا نقول بتاع اللي بينظف زبال او قطعه زباله او كده. عم صابر يا احمد سؤال كل اللي حماركاوي يا طماطم كرم في بلدي. كل الناس اللي حوالين ضرب كلهم صعايده وكلهم من ناس من ارياف، هم قريبين في اللغه وقريبين في الثقافه، يعني في ثقافتي انا، وبحس ان هو يعني كملت النص الثاني. يعني عم اشرف صباح الفل. بشكل تلقائي يبدأ محمد ناجح الصعيدي القادم من أبو قرقاس بالمنيا يومه بتحضير وجبة الإفطار للعاملين والإداريين في مركز درب 1718 للثقافة والفنون المعاصرة في الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة. يحيى يحيى يا حبيبي أنا خلاص هطلع بجيب الفطور. في حد هيفطر في المكتب؟ هفطر انا ووليد وانت وشريف وحد تاني معانا. بس اعتياد او ألفة السكان على محمد تعتبر جزء من علاقتهم بدرب 1718 الذي أسس سنة 2008 وسط بيوت وورش قرية الفخارين. بوجبة إفطار تساعده على العمل لساعات طويلة، محمد بيستعد ليوم حافل من المعارض والورش والفعاليات الفنية والثقافية اللي بينظمها درب 1718 كمركز للثقافة والفنون المعاصرة. يلا ابو عمر يلا يا احمد. بس انت مظبطنا جامد في الفطار ده. مش معلق يا عمر خالص. بس
انا بشتغل حاجه يعني بالبلدي كده جوكر، اللي هو بعمل كل حاجه في اطار اللي هو الشغل في ضرب، اللي هو مساعده فنانين، تجهيز معارض، تجهيز سينما، تجهيز ورش، تجهيز حفلات. هو انا اصلا ما كملتش تعليمي، ولغايه دلوقتي يعني في حاجات بعرف اجراها وفي حاجات بعرفش، ولكن انا لما اشتغلت في ضرب يعني في حاجات اتعلمتها من كل واحد في يوم اتعلمت منه حاجة، فده أحسن من مدرسة وأحسن من كلية وأحسن من أي مكان. يعني أولهم مثلا اتعلمت تصوير، اتعلمت ازاي مثلا أتقبل الفن، ده الفن ده إيه بالضبط، كل فنان بيعمل حاجة مختلفة، بس هو في الأول وفي الآخر هو فن. من 7-8 سنين كده أهلي في المنيا ما كانوش يعني شايفين ده اللي هي حاجة لها رسالة، لها إفادة لحد، أو مثلاً هي حاجة مثلاً مش موجودة أصلاً، لغاية ما هم بدوا يشوفوا مثلاً أول ما أنا مثلاً عملت حاجة أو أصورت حاجة، فهم خلاص، والناس جت من البلد شافت معارض، حضرت سينما في ضرب، فبدوا يستوعبوا اللي هو لأ، أنت يمكن أحسن من ناس كتير اتعلمت ومتعرفش تعمل ده. بمرور الوقت لم يعد محمد مجرد عامل في مكان ثقافي بيقدم خدماته للفنانين من مختلف الاتجاهات، بل أصبح جزء من الحالة والرسالة من ضرب 17-18، وهي الوصول بالفنون والثقافة لكل الناس. يا لولو لولو عم شريف مش ما يحبك. لا ما بتبيتش معايا. لا يا عمي عندي مكان اتبات فيه. الارتباط بين انشطه ضرب 17-18 وبين محمد ارتباط عضوي، باعتباره جزء من اي حدث بيستضيفه المكان بحكم وظيفته. في ارتباط وجداني بيظهر في التطور في شخصيه محمد وفي شخصية الضرب. فلم يعد ضرب 17-18 مكان لاستضافة المعارض، لكنه بيسعى لتأصيل حالة فنية مستمرة من خلال إطلاق مهرجان سنوي خاص بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو، لتقديم مدارس وأساليب تصوير متنوعة من خلال التفاعل الحر بين الفنانين والجمهور. هو قبل ما العرض بتاع السي اي سي ما يجي ان انتوا تعملوا معرض هناك، وانتوا كنتوا بتعملوا ده كبروجكت الايه، ولا هو يعني التجمع ده حصل من الاول ليه؟ عشان دي نقطه انا ما فهمتهاش. دي كانت التجارب الاولانيه لينا. انا قصدي يعني ليه انتوا قررتوا تنزلوا انتوا كمجموعه وتنزلوا تصوروا بالشكل ده؟ اوكي، زي ما قلنا احنا بنشتغل في حاجات كتير ليها علاقه بالمدينه، فوتوغرافرز وفي فنانين، وكنا دايما بنتقابل وبنتكلم دايما عن التواجد بتاع الاجسام بتاع السيدات في المجال العام. يعني اغلب شغلنا مرتبط بالمدينة وبالشغل ده، وان احنا لما بننزل حتى نصور، مش نتصور يعني، مجرد ان احنا ننزل نصور في المدينة او في الشارع، ازاي ده بيتم استقباله من المحيط اللي حوالينا. شخصية محمد هي كمان نمت وتطورت بشكل تراكمي من خلال الاحتكاك بفنانين من كل مكان ومن كل اتجاه، وكان عنده من الاستعداد والاستيعاب لاكتساب خبرات ومهارات سمعية وبصرية متنوعة وثرية. في البلد بسمع الشيخ ياسين، بسمع ياسين التهامي. ياسين التهامي طبعا بيبقى لايق على البكان اكتر. بسمع مثلا
في مواويل كتير، بسمع السيرة الهندية، وكل مكان يعني انا مثلا بهيئ لنفسي او المكان هو بيهيئ لده. يعني ما ينفعش مثلا اسمع مثلا مع ابويا مثلا في الارض، وهنا اسمع مثلا غربي ولا اجيب مثلا تراكات مثلا راب او دمش، لا هيبقى لايق بالثقافه المكان ولا بالمكان نفسه. انا شايف ان اختياراتك وذوقك الموسيقي متنوع قوي، يعني بتسمع غربي وبتسمع شرقي، بنيت الذوق ده ازاي؟ بنيته اللي هو كل، يعني انا لما بسمع كل حاجه حتى لو غربي او حاجه عربي، بحاول انجي الحاجه اللي هي كلماتها كويسه، او الحد اللي بيغني حد ليه ذوق حتى في كلامه في اغانيه. يعني انا بدور على الحاجات القديمه احسن، مثلا حتى لو انا هشوف حاجه او هسمع حاجه، هو الاحساس هو اللي بيوصلك لده. يعني انا لو انا هسمع مثلا اي تراك هسمعه، لو ما حسيتوش مش هسمعه، فهو يعني احساسه هو اللي بيوديني لده. وغير كده هو زوجيا انا بتعلق، يعني حتى ده زوج المزيكا او الاغاني او التصوير، ده بيبقى بيتبني كله على بعضيه في علاقتك مع المجتمع اللي انت وسطيه، او المجتمع اللي هو بيجي لك يوميا، او الناس اللي هي بتتعامل معاها. كل واحد في عنده زوج، وانت بتختار من بين كل واحد زوج وزوجك، يعني شوف الحياة المناسبة ليك بتاخدها منه. ازاي بتجهز لكل حدث او ايفنت بيحصل هنا في المكان الموسيقى الملائمة ليه، او الجو البصري الملائم ليه؟ بابا اخد الاوردر من درب اللي فيه ناس جاية بالصفة كذا، بتعامل مع ده. يعني بتعامل مع ده، لو انا مثلا بتعامل مع طلب الجامعة، بتعامل معهم حتى في مزيكتهم، بحاول ما اصدمهمش ان هم ما سمعوش المزيكة دي قبل كده، فما حاولش يعني اديهم مثلا حاجه هم مش مستوعبينها او كده. المعارض زي المعارض الفوتوغرافيه والمعارض الفنون التشكيليه، اتصور ان انت يعني يقع عليك عبء كبير جدا في ابراز المجهود اللي الفنان حابب يقدمه من خلال ترتيب الصور، عرضها، الفريمات والاطارات بتاعتها على الحيطان. عايزك تكلمني اكتر عن تجارب المعارض دي. بص، هو الـ 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 اي فنان ليه خيال، حتى لو هو عامل شغله في الاستوديو بتاعه، ممكن يجي يرتب فكر تاني على ده. يعني ممكن يبني فكره تانية على نفس العمل اللي هو جاي عليه، ممكن يأسس شغل من جديد. فانت مطلوب منك اللي انت تساعده بثبات، وبرده جزء منه تفكير، برده مساعده منك، لان انت لو ما ساعدتوش هو مش هيعرف ينفذ الفكره اللي بنى على خياله وهو موجود في على الواقع. يعني على مثلا في اي قاعه، اي عمل في جنبيه، ممكن مثلا يبقى جايب عمل ومش مناسب للعمل اللي هيركب في جنبيه اي فنان تاني، فهو بيبني فكره تاني. فهو لو قال مثلا هنخلع اللوحه دي من الشاسيه ده، ما فيش مشكله. يعني هو الفنان بيطلب اللي هو عايزه. ما بين عاملين وفنانين وأصحاب أعمال، الصداقات بتشكل دايرة بتتسع كل يوم في حياة محمد، وده بيساعده على الأيام الطويلة اللي بيقضيها بعيد عن زوجته وبناته في المنيا. لكن كان في مكسب آخر، وهو تشجيع هذا المجتمع لمحمد على أن يكون مخرج أفلام قصيرة، على الرغم من أنه لم يكمل تعليمه. بعد قليل شجعت لنا، مسكت الكاميرا وصورت وعملت ماتيريا برضو، بس ما كنتش اعرف امانتي. فيلم العصفور،
ربطت الاسم بالآلة اللي هم بيشيلوا بها الطوب. هي الآلة حاجة زي حرف L كده خشب ولها حزام زي شنطة المدرسة كده وبيلبسوها، وهي زي ما قلت كده حرف L، وبيحاولوا مثلا يرصوا عليها مثلا حوالي مثلا ما بين 35 ل 55 جالب، يعني وزن وعدد كتير يعني. يديك الحمراء بغض الكدر او بغض الشوت على اللي هو حاجه طبيعيه، لا هو بيمثل او يعني انا كنت بسيب الكاميرا اللي هي بتلف ورا الناس، وانا كنت متخيل نفس حاجات اللي انا هروح هناك واعمل حاجات، كل حاجة حصلت لوحديها يعني. هم اللي عبر عن نفسهم ومساحة الشغل اللي هم فيها، هم كل مكان يصور فيه كل حاجة عبرت عن نفسها. على ما يبدو أن ضرب 17-18 هو فرصة للطموحين، فعلى مقربة من السينما المفتوحة تدور أحداث قصتين ترتبط تفاصيلهم بالمكان. محمد بيساعد وليد عدس، واحد من رواد ضرب 17-18، لكنه قرر انه يفتح مطعمه الخاص في المكان. ضرب 17-18 هو الارضيه المشتركه لطموح محمد ووليد، فمحمد اصبح يحمل لقب مخرج بعد انضمامه لورشه اخراج سينمائي في الضرب، واخرج فيلم قصير عن بلدياته من صعيده المنيا المهاجرين الى القاهره للعمل في مصانع الطوب. وانت ايه اللي خلاك اصلا تفكر تنضم في الأساس لورشة السينما اللي كانت موجودة هنا في الدرب؟ هو أولاً أنا كنت بحب أمسك كاميرا الدرب، أنا بحب أصور كل حاجة في أي مناسبة، في أي أي فعالية بتحصل في الدرب بصور. فبناءً على ده كان في صاحبتنا هي اسمها ريم حاتم، هي قالت لي لازم تعمل ده، وانا كنت حابب ده بس كنت مستني حد يعني يشجعني على ده. كنت مستني حد يشجعك ولا كنت خايف من الخطوه؟ لا انا ما خفتش، عشان كان قبليها شجعت ان انا مسكت كاميرا وصورت وعملت ماتيريا برضو، بس ما كنتش اعرف امنتج، ولا برضو كان عندي تاكت اللي انا اعرف اخرج حاجه من حاجه او كده. عارف، لانه اللي يبص للامر بسطحيه يقول اصل محمد عامل في الضرب بالظبط، ايه اللي يزقه ناحيه السينما ويعمل فيها مخرج يعني الكلام ده ضار في ذهنك او سمعته حتى من حد؟ بس هو يعني ده ممكن ما تلاقوش بره في اوروبا عامه، ده تلاقيه في عامه في الدول العربيه، اللي هو مسميات الوظائف من الأدنى للأحسن للأعلى للأوطى، دي حاجات يعني أنا شايفها من وجهة نظري هي حاجات تافهة، ما ينفعش مثلا نقول لجنين أنت جنين، ولا نقول بتاع اللي بينظف أنت سوري، أنا ضد كلمة زبال أو طاقة زبالة أو كده. هو إحنا يعني أنا مسمي كلنا زي بالضبط كده، زي تروس العربية، تروس أي حاجة كده، من الترس الكبير للترس الصغير. هو هل الترس الكبير هيقدر يلف بالصغير؟ لازم الملفش ده مش هيلف ده. ليه اخترت الناس في مصانع الطوب؟ فكرت إن أنا أمسك كاميرا وأصور أو أفكر في حاجة، فكرت فيهم هم، لأن هم جزء مني يعني. أي واحد عنده كاميرا من حقه يروح يشوف الناس دي ويصورهم ويوري التلك أو اشتلتوا حاجة في مصر الفاضي، يوريهم اللي في ناس بتعمل ده ولا بتتكلم ولا بتطلب بحقوقها ولا بتطلب بحاجات ومن عدمين خالص وما فيش حد بيسأل عليهم. محتاج
محتاجين نلاقي مكان اوقع من من كيس الزباله اللي انت عاملاه. انت بتعرف انا اليوم قاعده عم بفكر بايش؟ ما عندناش ستايل. اي فشار تاكل عندكم؟ لا والله تسلم والله. هذه كانت عامله للسينما هتاكل بس للاسف. حلو البرجر هاي حتطلع من نصيبك. فشار محروس. البرجر هاي حتطلع من نصيبك. ايه عندكم ايه النهارده؟ عندنا ايه؟ هم توعيت في تشيكن كاري مع جاسمين رايس وفي البرجر. في تشيكن كاري ومحمد راح طلب. لا بيبي اسمه ايه ده؟ طب ايه يا دول تشيكن كاري مثلا؟ وليد عدس هو وهنادي مراته ربطوا حياتهم بضرب 17-18 لكن من خلال البيزنس. شطارة هنادي ومهارتها في المطبخ وخبرات وليد السابقة في إدارة مطعم لوالدته كانت سبب مباشر لتأسيس مطعمهم الخاص في درب 17-18. كل ده ليه يا جماعة؟ لوحدي ولا إيه؟ أنا ممكن تأكل محمد معاك عشان يعرف أكلنا وما يبقاش يروح يطلب من بره. راح ده قال من واحد صح بس ما بدوش يأكل من عندنا برضو. أنت ليه كلت من بره سؤال؟ جعان. شايف عم بتفوت؟ لا بس انا شرحت الهنادي ورحت ليه. لا بس انا ما فهمتش برضه يعني. شايف بتفوت ايه؟ عايز له قاعده. عايز له قاعده. لا وصرف 35 جنيه يعني يا بوي. اوكي كملوا 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 هذا لك. ولا في سندويشه برجر طلعت لك؟ جميل قوي فعلا فعلا. والله انا ذات البرجر عجبني يعني. البرجر اللي اكلته من يومين برضه جبار بصراحه. هنادي وليد اهلا بيكم. انتوا بتعملوا ايه في ضرب؟ احنا بنعمل ايه؟ وليد هيقول لك. بنعمل ايه في ضرب؟ بنفتح هناديز على اسمها هنادي. كان نفسي اسميها هنادي بس جالنا اقتراح ان هو يتسمى هناديز ايام الهنا بس. ولقينا المكان العطوط دوت اشتغلنا فيه بقالنا قد ايه؟ شهر. انت كان ليك علاقه بضرب قبل كده انتوا الاثنين؟ وليد اجى على ضرب كان عنده ميتنج مع يحيى مع الواد ده. انا خلصت يا جماعه. انا خلصت خلاص. فبالميتنج فمن اول ما اجى صور لي المكان وقال لي يعني لازم تشوفي هذا المكان. هذا المكان انت لو شفتيه حتنجني يعني. فجابني بعديها بيوم او يومين. اجيت انجنيت طبعا. اي لافد ات كله يعني بالضبط الستايل اللي انا بحبه هيك الفنتجي قديم له روح. فبيقول لي اوف لو نفتح المطعم هنا وناخذ مكتب فوق ونشتغل بكل البرودكتس اللي في بالي وباله يعني. ف ومرقت الايام. بعد السنه المشروع بادئين فيه هنا بس يعني غريبه انه الاقي اتنين شبان بستارت اب حياتهم فييجوا في مكان ثقافي وعميق وكده ويفتحوا بروجكت اكل. يعني كان غريب ولا كان ولا ده شيء عادي؟ بص غريب. اتس نوت اكسبكتد. كل الناس لما بقول لها انا رايحين نفتح مطعم في مصر القديمه ايه ده ومش ايه ده وليه ومش ليه يعني. احكي لك هو موضوع الستارت اب وانه نبلش هنا. هي يعني ستارت ابس اصلا مفروض انه يبتدوا بمكان ليقدروا انه يدفعوا ثمن الاجار ويجربوا. لانه اجن لا انا ولا وليد احنا اصلا شغلتنا المطعم. انا بحب اطبخ ووليد فتح مينيز من قبل وكان عنده الاوبريشنز عنده خبره في الموضوع. فلما ابتدأنا قلنا يعني خلينا نجرب والمنطقة حلوة وال يعني أنا بحب كل إشي فيه cultural events فيه ثقافة مش بس concerts أو أي event commercial let's say تجاري. يعني لهلا أنا شايفة إنه محل حلو بس بده وقت بده شغل بده شغل منه ومن درب. المكان ليه خصوصية وزبونه عنده خصوصية. فنانين دماغ مختلفة حتى متذوقي الفن صح. فانت مجهز نفسك هتتعامل ازاي مع الناس دي؟ زي ما انت بتقول في نوعيات كتيرة من الناس موجودة هنا وخاصية ان في عمال وفي اي كلاس وفي بي كلاس وفي سياح وفي يعني مجمع الاديان جنبنا وجمع عمرو بن العاص وسنسون ودول حبة من الناس اللي احنا هنترجتهم.
فعلى اساس كده بنحاول نظبط المنيو بتاعتنا، اكلنا اللي هنوفره، بحيث ان احنا نقدر نواظب مع العماله اللي شغاله هنا. وبنفس الوقت انه يعني هم اصلا، يعني اليوم كنت قاعده عم بحكي الصبح انه العماله باكلوا بمعدل معين من الفلوس، نفس المعدل هم رح يدفعوه، بس يعني رح يدفعوه على اكل، يعني هو رح يكون اكل بيتي، مكونات فيها رح تكون كلها شغلات مفيده وليست مضره. يعني انا بالنسبه لي انا وليد، انه اهم من ما انه ندفع ديكور ونظبط، انه لا، نحط فلوسنا بالاكل، بالجوده. بالجوده كل الناس هنا حياتها اتغيرت ارتباطا بدرب. طب ممكن اعرف ايه اللي اتغير في حياتك ارتباطا بدرب 17؟ بس درب 17 18 من الاماكن القليله قوي اللي جيت فيها وحسيت ناس طيبه، الناس جايه تشتغل، الناس مش جايه تهزر، كل واحد عارف شغلته وعارف هو بيعمل ايه وعارف صنعته والكلام ده كله. واكتر حاجه عجبتني في درب ان قليل لما تلاقي مكان واحد لامم حرف كتيره حواليك بيشتغلوا في حاجات يعني مختلفه وفي نفس الوقت قريبين لبعض، كلهم صناعيه، ده القرب ما بينهم. لكن اللي شغال في الفخار واللي شغال في السيراميك واللي شغال مش عارف ايه واللي شغال في النحاس واللي شغال في الانتيكه واللي شغال في يجيب كاوتش ويعمل منه حاجات والكلام ده كله. فصراحة المكان فيه ايجابيه الواحد بيخشها. انا عارف طبعا في ناس ما بتؤمنش بالايجابيه والبوزيتيف انرجي، بس باجي مبتسم. حلاوه الناس هنا ان انت تتفرج على ناس بيبتدوا حياتهم او في الاوليه، مش اتشهروا وخلاص وصلوا والكلام ده كله. فحلو ان انت تحضر بدايه سكسس او بدايه نجاح بني ادم، وكلهم هنا كده. يعني كانوا جايبين مثلا من اسبوع يعني مزيكا على السطح اللي بتتعمل ديت، بيجيبوا بانز من نوبه وحاجات جديده، وناس بتسافر بتلف حوالين العالم، بييجوا يطلعوا فوق يقعدوا يلعبوا المزيكا بتاعتهم، يعني اتس ديفرنت. حالة التغيير في درب 17-18 لا تقتصر فقط على المرتبطين به مباشرة، لكن أثرها امتد لورش وعمال الفخار في المنطقة بعد قليل. وقبل ما القرية تتبني كانت هي نظام عشش، الوقت طبعا لما جم اتبنت القرية الشكل العام أشيك وأنظف. قرية الفخارين، ده الاسم الشائع لسكان المنطقة المحيطة والمجاورة لدرب 17-18. فمع الأفكار الأولى لإنشاء درب 17 كمركز ثقافي، كان في قلق واضح من سكان المنطقة على ورشهم وأكل عيشهم، لكن شيئاً فشيئاً تحول درب 17-18 إلى حاضنة لمهنة الفخار بشكل معاصر يضمن استمراريتها. ملامح العلاقة بين درب 17 وسكان المنطقة فيها ملامح من علاقة محمد ناجح ومحمد كارم، الاتنين من نفس السن تقريباً. محمد ناجح بيعرف معظم العاملين في مهنة الفخار، لأن الدرب دايماً بينظم ورش لتعليم الفخار للكبار والصغار. انت عندكم طلبية يا ياك؟ طلبية فنانية. الفخار هو روح المنطقة، وحركة المهتمين بالفنون المستمرة في درب 17-18 كانت سبب مباشر في أن صناع الفخار يطوروا من أذواقهم، وفي نفس الوقت تنتعش حركة البيع والشراء. دخلت شغلانة الفخار وأنا لسه يعني عندي حوالي 10 سنين، فضلت شغال فيها بقالي هالوقت حوالي 19 سنة شغال فيها. عمامي وجدي ووالدي شغالين في الصنعة وأنا اشتغلت وتعلمت منهم. هل شغل الفخار اختلف باختلاف السنين اللي عدت دي يا محمد، ولا هي زي ما أنت بدأتها من الأول؟ لا اختلف طبعاً. الأول كنا بنشتغل شغل اللي هو بيقول عليه بلدي، اللي هو القلل والحاجات اللي هي كانت بتشرف فيها أو بتزرع فيها بس. الوقت احنا بقينا نشتغل شغل منزلي، بقينا نشتغل فناجيل وكوبايات وحلل وإطباق، كل حاجة تستعمل في المنزل.
فاختلفت طبعا 360 درجه عن زمان. زمان كان وضع ودلوقتي وضع تاني في الصناعه. الاختلاف ده فتح لها سوق طبعا، سوق كبير كمان. احنا دلوقتي في التجاره العالميه بالخزف، يعني احنا امهر ناس على مستوى العالم هم مصريين في الخزف، الشغل اليدوي الهاند ميد. لكن الميكنة او الشغل اللي هو المكن بيبقى زينا احنا طبعا، اللي هو الصين او الحاجات دي، فاحنا بنشتغل ونصدر كمان. انت من سكان المنطقه انا عرفت صح كده؟ تمام. المكان كان شكله ايه قبل ما درب 17 يتبني؟ هو قبل ما القريه يعني تتبني كانت هي نظام عشش، اللي هي طوب متصور عادي وخوص وفلاء دلوقتي طبعا لما جم اتبنت القريه اختلف طبعا جامد، ان احنا بقينا عندنا مباني بنقدر المباني دي قدرت تحافظ على الشغل، قدرت تتطور من ان احنا نبقى الشكل العام اشيك وانضف. طبعا زمان كانت النطره تيجي كان كل واحد يجري ويتلهى في النطره قبل ما يتلهى في اي حاجه، يعني الشغل كان بيبوس كتير وكان حاجات كتير بتعاملنا عوامل مش كويسه. دلوقتي خلاص احنا اي حاجه ندخل شغلنا جوه ونريح دماغنا خالص ونشتغل زي ما احنا شغالين جوه. لما جم قالوا هنبني قريه درب 17 18 يعني قربوا الفكره للناس ازاي؟ اهل المنطقه يعني اكيد الناس مش سهل انه يلاقوا حد جاي يعيش في وسطهم وحد يعني يعمل حاجه جديده في وسط حياتهم اللي هم اتعودوا عليها سنين وسنين. بص هو حضرتك اول حاجه حصلت هنا كانت حصر وازاله، ما كانش في حاجه هتتبني. فكان في الحاج الله يرحمه الحاج محمود عابدين، الحاج محمود عابدين جه وقف وابتدى ان هو يحارب عشان يتعمل اماكن هنا بدل ما تنتهي الايه الصنعه وتبوظ ومبقاش ليها اي اثر واي اساس تاني. ابتدى يحارب لحد ما نزل قرار ان هي هتتهد وتعمل اماكن للفخار، وفعلا تم بالفعل ان هو هتعمل قريه فخار، وابتدينا نجري لحد ما اتشطبت. وبعد ما اتشطبت كل واحد استلم مكانه، اشتغلنا والحمد لله شغالين تمام ومرتاحين في الصناعه. انتوا موجودين دلوقتي قريه الفخار حواليكم درب 17 18 اللي هو مكان ثقافي وليه انشطه ثقافيه. هو عمل معانا كذا حاجه كويسه، يعني عرف القريه يعني الشغل على النت طبعا دلوقتي، ان هو عرف الناس على القريه ووجود القريه. ما كانش معروف الاول يعني زي ما اقول لك ايه مش منتشره انتشار عام يعني، لكن هو ابتدى يخش يعمل حفلات يعمل حاجات على النت، ابتدت القريه تتعرف جامد وبقينا الزباين فيها اكتر من الاول بكتير. يعني ده اثر على حياتك ازاي؟ لا هو ما اثرش على حياتي قد ما يعني هو عمل تغيير مع الواحد بس في كل حاجه، يعني خلى الواحد بدل ما كان الاول بيشتغل يوم مثلا ويقعد 10 لا خلانا ملتزمين في الشغل، بقى في شغل دايم على طول نشتغل ومفيش يوم نقعد ويوم نشتغل يوم نقعد ويوم نشتغل. انت بتحضر الانشطه الثقافيه اللي بتتعمل في درب ولا انت بس جار وخلاص؟ لا انا جار وخلاص. جار وخلاص جيران بس. طب مش كان اولى بيك ان انت من ابن المنطقه ودرب 17 في انشطه ثقافيه وفنيه، مفكرتش مره كده محمد تحضر حاجه؟ لا احنا بنحضر حفلات هنا ساعات بس ما بنحضرش الحاجات التانية اللي هي بتبقى ايه فيها زي ما حضرتك بتقول حاجات يعني تفيد قوي، لان احنا طبعا بنخلص شغلنا هنا تعبانين وبتاع فنصدق بقى ان احنا نروح. احنا هنا بنشتغل مثلا من 10 الصبح زي ما انت شايف ل 8 بالليل، وبعدين المكان اللي انا شغال عليه ده اسمه دلاب، متعب قوي طول النهار قاعد رجلك شغاله عقلك شغال ايدك شغاله، ما بتصدق تقوم بس تاخد هدنه كده انك تروح البيت تريح. في حد من جيرانك او من الناس اللي حواليك اللي عايشه في المنطقه بيجي يحضر الحفلات دي او بيتابع الانشطه هنا؟ في كتير بيجي يحضر، المنطقه كلها بتيجي تحضر الحفلات دي. عم رجب مسؤول عن متابعه العمل بورشه ابناء الحاج محمود عابدين الملقب بشيخ الفخارين. عم رجب عاش حكايات القريه الموجوده من الخمسينات وكان يطلق عليها قديما الجبل. تم تطوير القرية من حوالي 15 سنة بمنحة من الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع محافظة القاهرة. تعمل ايه دلوقتي؟ انا برص كده الفرن حضرتك كده برص الفرن طبعا ده فناجيل قهوة بالطبق، انا خدت الطبق في الظهر
برص الفنجان على وش الفرن. بعد كده بعد ما اقفل الفرن حضرتك ان انا ايه طبعا هضطر اسيبه على السخونيه ان هو يمتص بالتعليل لوحده، لان فرصه فرنه قدامي شغال، فعبال ده ما يطفي يكون ده اتحمص. لما اجي اولع الكهرباء بقى مباشر هيكون الشغل اتحمص، ما يعملش معايا عمليه فرقعه، واولعه ويدفع لدرجه حوالي 950 درجه. عم رجب انت واقف طول النهار قدام درجه حراره 950 درجه؟ لا انا مش طول النهار حضرتك، يعني انا بس بفتح الفرن من بعد 250 درجه، الفرن اول ما بيستوي 950 درجه بضطر طبعا ان انا اطفيه، بيبدا ينزل واحده 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 واحده، اول ما يوصل 200 درجه بفتح الباب واحده واحده، لما اوصل لغايه ما يبقى 100 درجه ابدا افضي الفرن بقى. لا في سخنيه وكل حاجه، بس انا مضطر محتاج السخنيه دي لشغل التيمه، اما لو شغل جليز بضطر لما الفرن يبرد. انت بقالك كام سنه شغال في الفخار؟ الفخار يعني من 74 حضرتك. من 74؟ 74 يعني احنا بنتكلم 74 كنت في مصنع كبير خزف، اه قعدت فيه حوالي 17 سنه. ده طبعا قامت بيه حراسه قضائيه سنه 90 فسبته، واقف مع مؤشر من بعد اللحظه دي. يعني انت هنا بقى في المنطقه يعني بقالك ما لا يقل عن 20 سنه هنا في المنطقه، هنا حوالي 14 سنه. 14 سنه انما من بعد المصنع قعدت حوالي سنه في اسكندريه وسنه في الزقازيق وسنه في الفيوم. قول لي بقى المنطقه هنا ايه اللي بيميزها في صناعه الفخار عن غيرها من اي اماكن في مصر بتعمل فخار؟ هقول لك حضرتك، هي يعتبر مصر القديمه من ايام قدماء المصريين عمرو بن العاص وايام الرومانيين، هي منطقه مشهوره لمؤاخذه بالفواخير اللي هي القديمه اللي هي في عصر الرومانيين ايام الاولل والاباريق الشمع والكلام ده، وهي دي ابا عن جدا بالنسبه لاصحاب الاماكن اللي هم واخدينها دلوقتي اللي هم عاملينها بشكل تطوير. انما هي هنا المنطقه طبعا حلوه، لان هي مصر القديمه هي اللي بدات في الفخار، هي اللي نشأت الفخار على منطقه شبرا خيمه وعلى مصر الجديده وعلى المهندسين، لمنطقه قديمه، فعشان كده لها الشكل العام اللي بيجي على اسم مصر القديمه، هي منطقه فواخير. بيحصل بقى تطوير، اللي كان جاي يشتري قلنا النهارده لقى الموضوع اتغير، بقى برام، بقى طاجن، بقى اباجوره، بقى فازه، بقى بليك الوحده الغذائيه، بقى حاجات يعني المطاعم والفنادق. وانت عامل ايه بقى مع التغيير ده؟ طورت نفسك معاه؟ بالنسبه للفخار؟ اه والله بيني وبينك يعني طبعا يعني هي مهنه كويسه وذوقيا وحلوه، وبعدين عايش منها يعني الحمد لله ان انا متجوز وعندي اولاد مجوزها، ولدين وبنت، وعندي عيل بعلمه في سنه اولى اعدادي محمد الاخير طبعا. يعني بشكر ربنا ان انا راجل صنايعي والحمد لله فاتح بيتي وساتر اولادي والحمد لله طبعا. حد من عيالك اتعلم فخار او لا؟ عايز انا معايا محمد، معايا محمد اللي في اولى اعدادي ده بيجي معايا في دراسه المدرسه، بحاول اخده معايا في اجازه المدرسه بعلمه طبعا يعني ازاي ان انا الون وازاي نعلم وازاي نرص بران وازاي ان بخليه يعتمد على نفسه، على اساس لما هو ايه يبقى فتره الدراسه ممكن مثلا يلقط رزقه هو، يعني يبقى يشتغل بعد الدور في حاجه ويعمل حاجه، لان ما حدش يضمن الظروف الحياه ايه، فلازم يكون متعلم حاجه قصاد التعليم المدرسه. حياه الناس كان شكلها ايه قبل ما الدنيا تتطور هنا في الفخارين والفواخير؟ بالنسبه شكل الحياه طبيعتها؟ والله هو في تحسن دلوقتي من بعد التطور، انما الاول كان عمليه لمؤاخذه كان يعني ما حدش كان مرتاح نفسيا، لان طبعا الحكومه كان مؤاخذه مش مديه للناس حقوقها. يعني صراحه يعني دي حاجه الواحد يعترف بيها، انما جت الايام الاخيره طبعا عرفت ان دي مهنه كويسه وبدات تحافظ على الصناعيه اللي في مصر القديمه وخلقت من المنطقه تطور جميل، وده يتحسب لهم طبعا. و سطرت ناس الفنانين التانيين بقى اللي هم الفنانين التشكيليين اللي عندهم ورش او اتيليهات هنا في المنطقه، دول مالهم بقى؟ انت علاقتك بيهم ايه؟ لا عاش اخواتي وزمايلي كلهم، كلنا زملاء مكملين بعض، ما فيش فرق هنا بين وسط وصغير كبير وصغير، كلنا هنا في المنطقه اسره واحده، اللي بيعوز حاجه من التاني بيجيب، انا ما بحتاج لمؤاخذه حاجه، بس الاقي اي فنان بالليل في بنسه ولا حاجه للفرن الحمى بيقابلهم مقابله كويسه، وهو لو اتزنق في حاجه بيجي يلقاها. عملت التعليم دي لنفسه وانا كصنايعي لنفسي، انما احنا زملاء في الاخر. يعني الانشطه الثقافيه اللي بتحصل هنا ساعات في حفلات وساعات في معارض فنيه. أيوة مثلا أيوة لفنانين معاك. تشكيليين ورسامين. اي طبعا بتيجي من جميع انحاء الورش. انت بتروح تبص على المعارض دي؟ بتفرج طبعا، يعني هنا عندنا في معرض 17 18 آه. يعني حتى وقت الفراغ بروح ابص عليه، ولما تحصل حفله بنبدا كلنا كاصحاب ورش هنا مع اشرف عبد الدين طبعا صاحب المكان، يوم الحفله بنجيب كراسي ونقعد بره ونتفرج على الانشطه ونتفرج على الزوار وعلى الاغاني الشعبيه ونقضي يوم جميل، وعن طريقهم بتيجي زوار صراحه بتشتري شغل، بيبقى باب رزق برده مفتوح.
الحالة دي بقى والحفلات والأنشطة الثقافية دي أثرت في روحك إزاي؟ يعني غيرت في تفكيرك إيه وفي نفسيتك إيه؟ والله طبعاً أنا إيه ليا دعوة بين أكل عيش وشغلي، إنما هي حاجة جت في منطقة جديدة بتفرح الناس، وفي بعض الناس مش عاجبها الوضع، في بعض الناس عاجبها الوضع، وكل واحد بينام على الجنب اللي رايح. عرفت من عم رجب إن طينة الفخار الجيدة بتيجي من أسوان جنوباً، وربما كان في ذلك إشارة قدرية لفنون الجنوب التي تنساب مع النيل لتفتح مسارات للأرواح والعقول بعد قليل. خلال يوم طويل محمد بيستعد بهمة لوضع اللمسات النهائية لحفل إطلاق ألبوم غنائي للفنان محمد بشير. وعدي إلى يا بلادي يا ملايكة سيري معاك الليلة الشوق بيود عطر الله. وعدي إلى يا بلادي يا ملايكة سيري معاك الليلة الشوق بوداع الله. وعدينا يا بلادي يا ملايكة سيري معاك الليلة الشوق بوداع الله. وعدينا يا بلادي يا ملايكة سيري معاك الليلة الشوق بوداع الله. ظهر الجناين في المدى طالع خلاص قبلنا حلمنا الضايع. الحفلة دي جزء من نشاطات درب 17-18 في تقديم كل الفنون المعاصرة، وفي ظل انشغال محمد بالحفلة بيتابع الاستعدادات لمعارض وحفلات تانية على أجندة درب 17-18. لو هتيجي السبت ماشي ممكن، بس الجمعة ما فيش ورش فاتحة عشان نعمل له مسرح خشب يعني. محمد ناجح بتجمعه علاقة خاصة مع بشير، لأن الاثنين صعيدة وعندهم نفس الموروث الإنساني والفني. حاسس إن بشير من بلدكو، حتتكو، ناحيتكو؟ بص هو على نفس الخط، نفس الثقافة، يعني أنا من المنيا وهو من أسوان، بس قريبين لبعض في اللغة وفي الثقافة. فأكيد هو أنا لما يكون مثلاً هو من أسوان وأنا من المنيا على نفس الخط، فنفس الثقافة، فنفس الإحساس، فنفس الكلمات، فمبقى مبسوط اللي هو يعني الكلمة بتطلع بتخش. بقى مبسوط. أكتر إيه أكتر أغاني لبشير بتعجبك بتفكرك بأهلك وناسك؟ يعني هي بتميل أكتر، برضو بيبة، بيبة دي بتفكرني بالبلد، برضو بيبة آخر الصعيد، يعني فيها برضو إحساس حلو أكتر. حتى لو أنا لسه جاي من البلد خلاص عايز أروح، حتى لو بعد ما أسمع بشير يعني، فهو بقى الكلمات كويسة والإحساس أكتر، فبدي اشتاق أكتر لأنا لو عايز أروح البلد وعايز أشوف أهلي تاني وتالت ورابع وكده. صبابة والنبي مش خايفوا العنابي، صبابة والنبي مش خايفوا العنابي، وطلعت بيه الدنيا نصيبي ومكسبي. صبابة والنبي مش خايف العنابي، صبابة والنبي مش خايف العنابي، وطلعت بيه نصيبي ومكسبي.
شفايفه بتتبسم ويحن ويجي يتكلم لما شفايفه بتتبسم. بشير اتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة وقدم أغنياته في محاولة خلق مشروع غنائي يعيد الاعتبار للتراث الشعبي وتقديمه في أساليب معاصرة ويعتمد بشكل أساسي على التراث الغنائي لقبائل الجعفرة في جنوب مصر ويسعى لتطوير قوالب فنية معروفة باسم الكف والنميم. فن الكف موجود في المساحة الجغرافية ما بين أسوان لحد الأقصر، الصعايدة والقبائل العربية اللي في أسوان زي الجعفرة والعلاجات والأنصار والعبابدة والبشرية، كل دولت بيقدموا أنواع مختلفة من فنون الكف. الكف كان فترة قبل السبعينات، قبل بداية السبعينات كان كف اللي بنقول عليه الكف القديم والكف الصعيدي، وكان في كم قالب ثابت هما اللي الناس بتشتغل عليهم. هو عبارة عن غنى بالسقفة، عشان كده بقول على الكف. فكان بيبقى فيه صف كده واقف من الرجالة، بيبقى فيه قائد الصف ده هو اللي بيغني، بيبقى موجود وسطهم، فبيبتدي وبيرتجلوا مع بعض، وبيبقى في حد بيرقص قدامه واحدة أو اثنين. التطور بقى حصل في السبعينات عن طريق فنان كبير جدا الله يرحمه، كان اسمه رشاد عبد العال. رشاد عبد العال ده هو اللي عمل النقلة ما بين القديم والجديد في بداية السبعينات. كان بيغني لوحده في البداية، كان بيطبل وبيغني، بعد كده دخل عود ودخل طبلة ودف معاه في الموضوع، لحد ما بقى في أغاني جديدة بتتغني في الكف، في قوالب موسيقية مختلفة، في عبارة عن مجموعة من الكورال هما اللي بيرتجلوا، والفنان بيبقى راح يغني مش عارف هو يغني ايه. عرفت من بشير ان ضرب 17-18 ليه دور مهم في تقديمه للجمهور بدءا بأول حفلة ليه، عشان كده اختار الضرب لإطلاق ألبومه الغنائي الأول. أنا من زمان بحب المكان، المكان نفسه أصلا فيه طاقة حلوة بالنسبة لي. أول حفلة كبيرة عملتها في حياتي كانت ناجحة جدا، كانت هنا في ضرب 17. فأنا المكان بحبه وبحب أجي فيه، باجي لأصحاب الفنانين التشكيلين هنا كتير. المكان بحس إن أنا في بلدنا، الفنانين والبيوت والبساطة، بحس إن أنا معزول عن القاهرة. هل صحيح إن المكان ده مختلف ثقافيا وروحيا عن بقية الأماكن المشابهة ليه الموجودة في القاهرة؟ يمكن لقربه من المنطقة التاريخية، روحها نفسها موجودة في المكان، غير ما يكون مكان مبني بالشكل ده في منطقة جديدة في مكان تاني. فإن احنا جنبنا الكنيسة المعلقة، جنبنا جامع عمرو، جنبنا هنا الفسطاط، في عين السيرة في ظهرنا، فالمكان روح مصر اللي بجد حوالين منه، فهو ده اللي بيفرق. هل ذوق الجمهور بيفرض عليك موسيقى معينة؟ لا خالص، بالعكس، أنا بالتحديد اخترت اللي أنا بعمله، بحبه جدا وبعمله عشان بحبه. بقدمه للناس، الجزء اللي هيقبله هيقبله، الجزء اللي مش هيقبله هيقبله، لأن مفيش حد بيتفق على حد. بتمنى ان اكبر شريحه ممكنه تسمع الشغل ده، لانه في روح بلدنا، في روح مصر بشكل كبير، فده اللي بتمناه. عشان كده انا بحب اعمله فبقدمه، فانا بالتحديد بغنيش غير اللي انا بحبه. المكان هنا ضرب 17 18 منصه مختلفه جدا للفنانين اللي زيك، بتقدم لهم فرص، ممكن اعرف الفرص دي ايه من وجهه نظرك اللي بيحصل عليها الفنانين اللي بيجوا ضرب 17 18؟ في حفلات بتحصل في رمضان كل سنه، فأنا كنت من الناس اللي بتبقى موجودة كل سنة في المكان. فالجمهور مختلف، الجمهور من شرائح اجتماعية مختلفة، من شرائح سنية مختلفة، فده بيضيف لك كتير قوي. انت مبقاش عندك نوعية جمهور معين، مثلا سن معين او شباب او ناس كبيرة، بيبقى المكان هنا بيبقى متنوع، جمهوره مختلف، فبيضيف لك، انت بيضيف لك شرائح كتير قوي من الناس تسمعك، ما تبقاش متحجم في حتة واحدة. المكان نفسه بيجي له جمهور حابب اللي بيحصل هنا، فبرضه ده اضافه بالنسبه لك، يعني في جمهور مختلف يجي يسمعك. يعني حضني جريت عليه، يعني قلبي لقيت عينيه، وانت حلم فرد ايديه، يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه. هيسأل ازاي وليه، يعني ايه يعني ايه.
بعد لقائي ببشير وغيره من رواد درب 17-18 من فنانين ومتذوقين للفنون، تكون عندي يقين بأن الناس هنا على تنوعهم، كل واحد عنده مشروع فني أو تراثي أو إنساني، ومحمد واحد منهم. بدأ مشروعه في درب 17-18 بفيلمه القصير العصفور عشان يعبر عن ناسه وأهله، وعايز يكمل معاهم وبينهم. أنا عايز أعمل اللي أنا ما عملتوش مع عيالي يعني أكتر، يعني أو أساعد أهلي أكتر من فكر الفكر. يعني أنا خلاص هم بيفكروا بشيء ولا بفكر بشيء تاني، فأنا عايز يعني أنقول لهم نفس اللي أنا فيه وأحاول أساعدهم في ده. يعني لو ساعدتهم في ده أكيد هم هيكونوا مبسوطين وسعداء بده. يعني لو كنت واحد متصور اللي أنا هبقى واحد من الناس اللي هم عارضين أي نوع من الفن، كنت هو أبقى واحد من الناس من المصورين، عشان أنا عندي ماتيريا كتير في البلد اللي أنا فيها، فهوريهم في خامات كتيرة في المحافظات أكيد يبصوا لها، وأتمنى أنا أوصل ده. يعني شاركونا بآراءكم وتعليقاتكم على فيسبوك ويوتيوب وتويتر ستريت بالس شو. إلى اللقاء وحلقة جديدة من نبض الشارع.